9 سنوات مضت على انطلاقة صحيفة الإرادة الإلكترونية، وخلال هذه السنوات اللي مرت علينا بصورة سريعة، استطاعت هذه الصحيفة بعناصرها الواعدة والواعية أن تحتل مكانة مرموقة ما بين الصحف الإلكترونية الزميلة في الكويت، وحققت انتشار واسع جدا في المجتمع الكويتي. تميزت حقيقة الأمر بسرعة نقل الخبر، سواء الخبر المحلي أو الأخبار ذات الطابع العربي والدولي. وهذه الأخبار لم تقتصر فقط على الجانب السياسي فقط، وإنما شملت جميع الجوانب الرياضية والثقافية والاقتصادية وجوانب أخرى. وما يميز أيضا هذه الصحيفة أنها وقفت على مسطرة واحدة ما بين مختلف الأطراف، فكانت حيادية وكانت موضوعية في طرح كافة الآراء وكافة الأخبار، فلم تنحاز لجهة على حساب جهة أخرى. واليوم إذا كنا نحتفل مع صحيفة الإرادة بعيد ميلادها 9، فنتمنى لها المزيد من التطور والنجاح والتوفيق، ولكل الزملاء وعلى رأسهم الأخ العزيز والصديق محمد العرادة. أخوكم علي العوضي، رئيس تحرير جريدة الديمقراطية الإلكترونية.